يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدين. طبعا اللقطة اللي توا شفتوها أنا أعطيتهم الفكرة. طبعا مشاهدين احنا اكيد مستمرين وياكم عبر قناة تميز قناة أبوظبي الإمارات في المحطة الختامية من برنامجكم برنامج صباح الدار مباشرة اكيد على الهواء. اليوم اكيد موجودة معنا الشيف آسيا بصنف جديد وطبق لذيذ وهو الدياي محمر بالبصل المكرمل، يعني في كراميل والزبيب. نتعرف على هالمكونات وطريقة عملها اليوم معنا في هذا اليوم. مرحبا فيك شيف آسيا. نور، شو اخبارك الغالية؟ دياي مكرمل، هاي جديدة. لا هو بصل مكرمل. هي يعني البصل موجود، ترى وين البصل؟ بتحطينه في الدياي صح ولا لا؟ خبرينا عنه. البصل لحاله يعني مش موجود فوقه، ترى الحين بخرب عليك. موجود فوقه بس بيستوي لحاله. انزين كلمينا عن المكونات وعن هاي الفكرة اللي تعتبر جديدة. أول شيء احنا راح نعمل يعني في وصفة مغربية قديمة من فاس. هي الدجاج محمر بالبصل تفايا اللي هو المكرمل، احنا بنسميه بالمغرب تفايا لانه بيكون فيه بصل وقرفه، بيكون فيه زبيب وبيكون فيه ما زهر. بنحط له شويه سكر. اوكي، فاول شيء احنا راح نحتاج انه احنا نتبل الدجاج بالطريقه العاديه، بس اللي هي عباره عن بقدونس وكزبره. راح نحتاج له كمان ثوم، ونحتاج زنجبيل، زعفران، راح نحتاج كمان كركم، وراح نحتاج قرفه، وبعدين راح نخليهم يطبخوا على جنب ونبلش كمان نشتغل في البصل المكرمل اللي راح نحتاج له سكر، بصل بكميه كبيره يعني، وراح نحتاج كمان زبيب اسود لانه الزبيب الاسود نسبه الحلاوه فيه عاليه، وراح نحتاج اللوز المحمر اللي هو مقشر وبعدين مسقينه بماء ومقشرينه ومحمرينه، وراح نحتاج ميه زهر. جميل، مكونات واضحه. اول شيء انه احنا لازم نتبل الدجاج، تتبيله الدجاج المعروفه المغربيه. بس هو دجاج شوي يميل يعني نكهته مش حامضه كثير، فما راح نحتاج فيه ليمون، راح نحتاج قرفه، وراح نشيل يعني مكونات الدجاج الحامض. هل هي يعني النكهه المغربيه المشهورين فيها هي تكون نكهه حامضه ولا المغرب عندهم كل النكهات، يعني في الدجاج الحلو او النكهه الحلوه في النكهه الحامضه. فاليوم راح اي شيء فيه قرفه وفيه زبيب فيه بصل كثير فيه كرمله بيميل للحلاوه اكثر. فهو طاجن، يعني هو طريقه من انواع الدجاج اللي طعمه مش حلو، بس هي يعني كومبينيتد شوي بين السويت اند ساور الحامض والحلو. جميل. وراح نحتاج الثوم، بس لما بنكون بنعمل دجاج حلو شوي بنقلل نسبه الثوم وبنخليه على شكل شرايح. جميل. مشان ما تكون نكهته قويه كثير مثل الدجاج الحامض. راح نحتاج حوالي فصين ثوم. انا اليوم راح نشتغل على دجاجه واحده بس، هي الوصفه والمقادير اللي نازله على الشاشه كتكفي لحوالي 3 دجاجات. الدجاج اهم شيء. سوري. لا عادي. وانت ما بتحب الثوم فايش عندك؟ اي ليه ليه وصل. فالدجاج اللي راح نستخدمه لازم يكون مقداره يعني وزنه تقريبا ما بين 600 ل 800 جرام. اكثر من هيك ما بيصير، يعني لازم يكون دجاج صغير مشان ما ياخذ وقت طويل على النار، كمان بيكمل بالفرن فبيضل ماسك حاله عشان النكهه تكون ماسكه، النكهه تكون حلوه. بعدين راح نحتاج زعفران. نفركه بهالشكل بين ايدينا. وراح نحتاج كمان شويه زنجبيل. حلو. هاي الطبخه كم تستغرق وقت؟ يعني المفروض الواحد يحضرها لو اخترنا دجاج صغير، يعني لو اخذنا دجاج صغير بتاخذ تقريبا حوالي 30-35 دقيقة. جميل. عشان هيك قلت انا لازم ناخذ الدجاج يكون صغير. الدياي يكون مشوي ولا في الفرن بس؟ انا شخصيا بنزله شوي في المرق لانه بدي المرق بالاخر، يكون عندي مرق اسقي به الاكل في الاخر، يعني حلو. يكون قدمه مع الرز مع الخبز اي شيء. فبسقطه شوي يعني حوالي 10 دقائق بس في الصوص، وبعدين باخده على الفرن مدهون بالزبده بيكمل يعني اللي هي 70% من الطهي. بعدين بحتاج كركم، فلفل اسود بعد؟ فلفل اسود، بس هي في هالوصفه يستحسن فلفل ابيض. حطينا فلفل ابيض. شو اللي يفرق ما بين الاسود والابيض؟ الابيض بيمشي اكثر مع القرفه، الاسود بيمشي اكثر مع الليمون، هذا الفرق. جميل. يعني النكهه تختلف؟ ايه مش كثير بس يعني يستحب. بنحط الملح، معلقه صغيره من الملح. وطبعا بعدين تفكينا هاي المكونات كلها على الدياي نفسها. جميل. نحشي بيها الدجاجه من جوا ومن برا.
في الحشوة من داخل هي الزبيب؟ لا مش راح نحشيه بالزبيب، راح يكون مرافق ليه يعني. ممكن نعمل نفس الطريقة للحشوة، بس أنا حبيت أعمل الوصفة الأساسية يعني. جميل. وبعدين بنقع الدجاجة بهالشكل في الحشوة، ويستحسن إنه الدجاج يضل بالحشوة ليلة كاملة يعني، أو على الأقل 4 ساعات. يعني يا قبلها بيوم تسوي هاي الخطوة، أو قبل الطبخ ب4 ساعات يعني أنا عشان يتشرب النكهة كاملة. عشان أنا الطبق اللي عملته اليوم اللي حضرته للهواء عملته من امبارح. جميل جدا. يعني تبلته من امبارح بس سويته اليوم. حلو. هذا الشكل من داخل ومن برا بنسوي لها مساج. مساج وخلينا في الوقت اللي هي تتبل فيه نبلش نشتغل على البصل المكرمل. البصل بيحتاج وقت، فأول شيء بنعمله يحتاج وقت كم دقيقة؟ لا هو بيحتاج يجلس على النار حوالي 25-30 دقيقة. الوقت 30 اللي بيتسوى بالإضافة 30 دقيقة؟ لا ما هي 30 دقيقة للدجاج، وفي نفس الوقت أنت بتحضري البصل، فالإجمالي 35 دقيقة يعني. جميل. حلو، لأن وايد ستات البيوت يحاتون التوقيت، يبغون كل شيء يخلص بسرعة وبتوقيت قياسي. راح نخليها هون، وطبعا مفروض انه احنا نربط الدجاجة بالدبارة المطبخ عشان تحافظ على شكلها الجميل وكل شيء. جميل. هون سخنت معي الطاسة، بحتاج حوالي 2 معلقة كبار من السكر، راح سويهم يعني مثل الكراميل. نعم. خليهم على جنب يتحطوا شوي. صحيح رحتي المغرب قبل هيك يا ريحان؟ صباح الخير. انت بتوديني ان شاء الله. كيف الحال؟ بخير. شفتي عاد المخرج؟ اقول له بدخل يقول لي لا تدخل عبد الله. ايه يقول ليش داخل بدري؟ بالضرب. اقول لك عبد الله صرت المغرب قبل؟ صرت المغرب. جربت البصل المكرمل؟ البصل المكرمل؟ يعني كرمل مع بصل. على فكرة من تاريخ آسيا، من تاريخ أول شيء ما صبحت عليك. صباح النور. صباح النور. من تاريخ 10 لين تاريخ 16 الجاي شهر 1 مهرجان الهيئة العربية للمسرح في المغرب بيكون. نحن مدعوين طبعا، بس صباح الدار من نوعد مشاهدين بإذن الله أنها تروح كاميرا تصور المهرجان العربي، المسرح العربي في المغرب. الإضافات اللي ضفتيها في البصل المكرمل شو هذا؟ شو الدياي هاي اللي عدالي؟ شو الدياي هاي؟ الدياي بعدين بس تشرب المكونات اللي اضافتها آسيا. حطيت زبدة وحطيت عليه شوية زيت زيتون وسكر. سكر بعد ما ساكر. بس زبدة ولا حطيتي كمية يعني؟ لا مش كمية، نص هاي. أهم شيء سويتي عيش مع الطبخة هاي ولا لا؟ لا سويت خبز. عيش يعني عشان هو بالعاده يقدم مع الخبز. كان نسوي 100 متر حره في العيش. وبعدين ريحه الكراميل كيف باقيه؟ بنخلي البصل ياخذ من كل هاللون. شفتي كيف لونه بيصير؟ لازم اكلنا عبد الله خلص المطبخ. زين آسيا تقولين؟ هذا بيصير لونه بالاخر. جميل. ذهبي. يكون مقرمش؟ ذهبي. يكون مقرمش؟ لا مش مقرمش، انا بدي اياه يدبل تماما، مشان هيك محتاج وقت كثير على النار، على النار متوسطه يعني. بنحط له معلقه كبيره من القرفه. بنحط له شويه ملح. واخر شيء بعد ما بتكرمل تماما بنضيف له ميه الزهر. اوكي. مي الورد؟ لا ميه الزهر. في فرق بين الورد والزهر؟ ممكن الورد. ها؟ ممكن الورد طبعا. وبنحط معه الزبيب بالاخر خالص يعني بعد ما يكتر. الزبيب هذا الاسود؟ الاسود. شو يفرق اذا استخدمت زبيب اسود؟ الاسود فيه نسبه حلاوه عاليه شوي عن الذهبي. انت تبينه وايت شكر؟ وايت سويت تبينه؟ لا ما ابغين وايت شكر لانه حطيت الملح، الملح بيعادل كمان نفسه. اوكي. بس حابه انه يعني بصل احمر معروف بالنكهه الحلوه لانه فيه نسبه سكر عاليه. صح. فهذا يعني بيساعده اكثر انه يطلع نكهه حلوه. تعرفين السيداف آسيا؟ اه سيداف. شو؟ شو
اذا ما عرفتوا رحاب اذا ما عرفتوا رحاب خلاص خلينا نسوي بس لا انا ما بعرفه انا ما خلي سؤال نسوي سؤال نعطي الجمهور باكر يجاوبونا عليه شو الجائزه باكر بنقول لهم شو الجائزه بس ما بنقول سيدا ترى الجائزه بتكون من عبد الله بس خلاص ما يخص صباح الدار بنحط رقمه وبتتواصلون معه رقمي لا عيل كم ياخذون عنك بنقول لهم تعرفين نقولهم يقولوا لنا باكر على حساباتنا على تويتر وصباح الدار انستغرام قولوا لنا شو السيداف وشو السايورة وشو اعطينا شيء بحرف السين بس هذه بتجي كل يوم شغلة ثلاث سين سيداف سايورة سيب يلا سيب شنو سيب 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 وانا سيب لا لا سيب جيب جيب لا لا سيب سيب شو السيب والسايورة والسيداف يلا ثلاث الشيف علي شو فيك شو تطالع سؤال هذا سؤال دقائق بقت هني انت بتضيفينه مع البصل لا بروحه لح بروحه آسيا ولا واحدة منهم تعرفين لا سيداف لا سيب لا سايورة لا والله ولا واحدة ولا واحدة خلاص باكر تابعينا عشان تعرفين شو السيداف وشو السيب وشو السايورة علي سوانا فلايكس هاي فلايكس رد عليك من خلف الكاميرات زين علي سوانا فلايكس ما رد عليه يعني الريال يحبنا في الله وبنضيف البصل ترد تضيفين بصل على الدياي عندي بيصيح الألام بس عقب شيف انت بتخلطينهم مع بعض يعني بتحطينهم مع بعض طبق واحد هو في التقديم في التقديم تقديم. لكن ايه. على النار لا لا اوكي طبعا مكان التتبيل شيف آسيا هذا خلاص ما بنضيعه ايه خلاص اسوي لك مساحه هذا ما بنضيعه لانه بنعمل الله 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 لانه المرق الله الله صحونا صباح الدار هاي المي الليمون هو اساسا اللي ضفتي ماي دياي لا هذا مش ماي دياي لا هذا مكان تتبيلة الدجاج أنا بحط فيها المي المرق لأنه ما بدي كل النكهات تضيع لأنه فيها زعفران فيها أشياء يعني وايد حلوة اليوم درسنا طبخ فرنسي وين درسته باريس في باريس نفس الجامعة أنا وهي كنا في إيطاليا جامعة شو اسمها الجامعة؟ جامعة باريس للطبخ العالمي كيف هو ألف اسم الجامعة؟ طبق جميل سهل لكن يباله وقت في التحضير ايش وقت يا ريحاب انت بس عشان ما تقولي لنا لا انا بقول لك ايش قلت وقت لا 35 دقيقه شوي لا هي ذكرت ان الدياي عشان يتشرب المكونات اللي هي حطتها يا ينضاف قبلها بيوم يعني تجهز الدياي وتحطه او تسويها قبل ثلاث ساعات هذا ما يعتبر وقت عبد الله انا وشايف اصلا مش متفقين صح صح يعتبر يعتبر يوم أول ثلاثة هاي شو اسمها ذبيحة تشوي تنور مسويتني قبلها بيوم لا قبلها بيوم تنور محام تنور تتبيلة تتبيلة قبلها بيوم بس أقل شيء ممكن ساعتين ثلاث ساعات على فكرة يعني الأمهات الطبيعي العادي تبع ربة البيت إن هي بتتبل الأغراض أو الغداء قبل خروج الأطفال للمدارس بتوصل الأطفال للمدارس وترجع وتعمل وبعدين يعني كل شيء بيكون مضبوط على ساعة واحدة بتاكلي الغداء هذا الباكستيج وكواليس الطبخة والله ما يكون مضبوط وكل شيء يكون مضغوط على ساعة واحدة مسكينة مضغوط آسيا بسألت عن طريقة كنا نسولف فيها من يومين ما أدري إذا عندك خبر عنها شفتي طريقة شواء اللحم اللي نسويها نحن التنور في الأرض اللي نسويها في كانوا يسولفون الشباب عن طريقة شو يسوون يبون سواء كان دياي ولا لحم عقب التتبيل وعقب ما يحطوا له ورق الشوع أو ورق اللحمبة يجلبون الجدر فوقه يعني يحطونه ويرصونه في الجدر وكل شيء ويسكرونه ويجلبون الجدر على النار يسكرون عليه بالنار يعني مثل طريقة شواء تحت في الأرض تصير فوق بس على فكرة هذا من أحلى الطرق للتسويق أفكاره سريعة يعني تطبخ أسرع من لأنه بتكبس البخار بيصير في بخار مكبوس مع اللحم فهذا بيسرع كأنك حطيت مضبوط بطنجرة الضغط شو رأيك نسوي بعدين معك فقرة نسجلها وانت تطبخين في برا في البر يا ريت والله بالضبط خاصة أن الجو الحين حلو الشيوة كمان هذا اللحم اللي معمول بورق الموز أيوة بالأرض أوكي خلينا الحين نحدد أوكي نسوي الطريقة هاي عشان بعد تعرفين لأن الشتاء حلو يعني جمهورنا يعني نستفيد نحن وياهم بهالطريقه بينهم ما يسوون تنور صار تنور فوق الارض عادي يسوونه بالطريقه هاي تسوي لنا شيف آسيا وهاي الطبخات وايد يفيدونهم خاصه اللي يطلعون طلعات عائليه في البر وغيره بما ان الحين الجو وايد حلو فهالطبخات هي الانسب واسرع مفروض نترك البصل على النار ليتكرمل تماما بيصير هذا شكله النهائي يعني جميل بصل مع الزبيب بيدبل تماما يعني اوكي وبعد ما
قبل ما نشيله من على النار بنضيف له حوالي 4 معالق كبيره من ميه الزهر او ميه الورد، يعني على حسب كل حلو. يعني ها مش بس البصل المكرمل، حتى الزبيب مكرمل. مع الزبيب مكرمل وبعدين الدجاج لما يستوي 10 يعني مش يستوي 10 دقائق على النار، لانه انا بعد بدي هالصوص، بخلي الصوص على النار يقصر يصير سميك، وبعدين الدجاج بدهنه بالزبده وبدخله على الفرن يتحمر. فالصوص بقدمه في بوله هيك جانبيه بعد ما بيقصر، احنا بنضيفينها على الدياي وانت طافينه. ممكن مع الرز مع الخبز ممكن الطلب. يصلحن يصلحن. لحظه وهذا الدجاج بنزينه باللوز المقلي. جميل. بنحط البصل حواليه. شيل الورق. بتقدم مع الرز مثل ما بده عبد الله. حط لك الشعر او الخبز. جميل جدا. شو رايك في الحلقه؟ فعلا طبق جدا جميل، يعطيك الف عافيه شيف آسيا على هذا الطبق. طبعا طبق من الاكلات المغربيه، حلو ان تعيشنا اجواء المغرب، يعني مدام ما نروح نحن هناك هي عيشتنا الاجواء. نجيب المغرب للسفره. لكن لابد ان لنا زياره للمغرب تودينا. اكيد ولو مرحبا. شكرا للشيف ولنا اكيد لقاءات ثانيه. لا نحن شوفي المغرب تروحين مهرجان وياهم زين. ممكن ليش لا؟ فرصة حلوة. عبد الله فرصة حلوة. والله رحت الرباط، رحت فاس. اوه فاس مهرجان. هذا فاسي. هاي فاسي؟ ايه هذا فاسي. يعني ما شفت الاكل هناك. رحت. لا هذا الدجاج بتفايا. نحن في قبل ما ناكل مخرجنا لحظة شوي، شو هذا؟ دقيقة ليش متصربة على الاكل؟ دقيقة بس بقول شغلة. في فاس، في مهرجان فاس المسرح يسوون شغلة وايد حلوة اللي هي يابا شفتي القطار اللي يكون مثل مدينة العاب الهيلي؟ القطار هذا اللي يحطونه حتى في المولات. يا ابو مجموعه ما يقارب 10 قطارات من وين ما اعرف لقطوهم من الحدائق وسووا لنا افتتاح جولة. المهرجان عرفونا على مدينه فاس. الوفود كلهم في القطار هذا. هذا صارت عاده يعني حتى باقادير. الامارات في قطار، ما ادري شو في قطار، السعوديه في قطار، ويلفونا في مدينه فاس. واهالي فاس طبعا وايد يعني يستقبلونا وكرمة برحابه صدر وغنى في الشارع، وتفاجئنا احد منهم لابس علامه اماراتيه. جميل. أيوة جدا. شيء حلو. بس ما اكلنا الاكل. خلاص الحين بتاكلها. شكرا لك. خليني شوي اعمله بالبرنامج. شكرا لك شيف، يعطيك العافيه. طبعا مشاهدينا للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، نحن اكيد بعدنا مستمرين وياكم في حلقاتنا خلال هاي الاسبوع من 2 3 4 5 جمعه بعد جمعه ولا لا؟ اتمنى يكون معنا جمعه. اي لكن نحن بنكون متواصلين معهم على مواقع التواصل الاجتماعي اذا ما كنا موجودين معهم على الشاشه. اتمنى ان عيبتكم حلقتنا اليوم، ويجدد اكيد اللقاء باكر بنفس التوقيت. الى ان نترككم ان شاء الله في حفظ الله وامانه. مع السلامة وشكرا عسير. قولي شيء. قولي يلا مع السلامة. يلا يا رب تكون الطبخة عجبتكم إن شاء الله تجربوها. نشوف كل حلقة الجاية. مع السلامة. بالهنا والشفاء. بالهنا والشفاء.